السلام عليكم. حفيظ الدراج المرتزق الإعلامي والمنبطح كيدوز أكفس أسبوع في الحياة ديالو التعيسة. اليوم غتشوفوا كيفاش قطر توبخ حفيظ الدراجي، وهذا شيء ماشي عنوان كاذب، راكم كتعرفوني ما كنكذبش عليكم. قطر مع مرة غتستغنى على حفيظ الدراجي وغيبقى دائما تحت الطلب القطري وتحت طلب قنوات قطر وتحت أمر الأسياد ديالو، لأنه عنده حساب في تويتر كبير وفي ملايين المتتبعين، فما عمرها غتستغنى عليه. والجزيرة ولات كتعتمد على أصحاب الحسابات الكبيرة باش يلمعوا لها الصورة ديالها، وخاصة باش يجيبوا لها مشاهدين جدد من مواقع التواصل الاجتماعي. فمنطقيا ما حد دراجي عنده هذاك العدد الكبير من المتتبعين، فهو عمره غيتطرد من قطر، واخا يسب المغاربة يسب الإماراتيين يسب اليمنيين يسب الكويتيين، ما كاينش اللي غيهضر معاه وما كاينش اللي غيجي جيتو. وهنا بغيت نجاوب بعض المعلقين اللي تيقول لك راكم عطيتو اكثر من القيمه ديالو. انا ما فهمتش ما معنى ان يوتيوبر بحالي عنده قناه متواضعه جدا تعطي قيمه لحفيظ الدراجي وانا كنقصفو وانا كنبهدل فيه، وحفيظ الدراجي عنده حساب فيه الملايين. الدراجي المنافق والمرتزق راه خطر كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه بغينا ولا كرهنا راه مؤثر وكيأثر على بزاف ديال الناس اللي مازال غالطين فيه. وما نخبيش عليكم، انا تنخدم بواحد القاعده بسيطه جدا، كنرد على شي جراروي الا كان عنده الحساب ديالو اكبر مني ولا الا كان تيبان في القنوات التلفزيونيه ديالو، باش حتى الا رديت عليه ما نعاونوش في الشهره ديالو، بل نقدر نستافد منه هو يشهرنا، يعني قصف وبنفس الوقت نقدر نستافد منه. داكشي علاش مثلا كاين واحد سميتو بودن بلا ما نقول السميه ديالو، ما عمري درت عليه شي حلقه وما عمري رديت عليه، وبزاف منهم ما عمري رديت عليهم حيت غادي نشهرهم. لكن تنفرح ملي كنشوف قنوات صغيره مغربيه كترد عليهم وكتبهدلهم، وربما كتشهر اكثر بهذاك القصف اللي كيديروا لهم. فالقاعده ديالي كتقول انه ميمكنش نشهر شي جرار، ولكن ملي كنهضر على حساب عنده ملايين المتتبعين فانا راه ما كنكبرش به. واش انت جاي تقارن قناتي الصغيره اللي فيها التفاعل ضعيف بزاف بحساب القطراجي الكبير؟ بالعكس، حنا تنهبطوا منه ماشي تنعطيو قيمه. القيمه الوحيده اللي عنده هو التاثير اللي كيمارس في الحساب ديالو، وهادشي حنا تنحاربوه يوميا. راه الا طبقنا هاد الكلام ديالكم غير نجمعوا نطويو ويمشي كل واحد فينا يعيش الحياه ديالو العاديه، ونخليو الجراره ويتبردوا علينا ويمروا السموم ديالهم والكذب ديالهم للعالم كيف ما داروا لعقود. وحنا في الاخر لقينا اجيال من الشعب الجزائري مغسولين الدماغ، علاش؟ لانهم مسؤوليه ديالنا، حنا ما فضحناهمش من شحال هادي. هادشي تنقولو لانه اصلا الدوله الهوكيه كامله ما عندها حتى شي قيمه، ولا جينا نطبقوا هذا المبدا راه ما نفضحوا حتى شي واحد وراه ما نردوا على حتى شي واحد، ونبقى مربعين يدينا. وباش ما نخبيش عليكم، الملاحظات اللي كتجيني في التعاليق ما تناخذ بها وما تندير بها وما تناخذها بجديه، حتى كنسمعها من حسابات كنعرفهم مزيان وعارف انهم مغاربه مليون في المية ومتبعيني لمده طويله وعارف التوجه ديالهم. اما انت طايح من السماء اول مره كتعلق في القناه، اول مره كنشوف الحساب ديالك وتجي من الفوق تعطيني ملاحظه ما كناخذش بها، لانه لا ثقه في عتيقه وراه معانا الغش. حفيظ الدراجي والبارح دار واحد المنشور كنت علقت عليه في المنتدى ديال القناه، كتب في التغريده ديالو: لو كان التطبيع سبيل الازدهار والعزه للعرب لما اقبلت عليه اسرائيل، لذلك فهو خيانه ومدلة وبهانة يقبل عليها الجبناء ويبرره الأغبياء. استروا لي على هذا المصطلح، هذا يبرره الأغبياء. هذا المنشور ديالو علقت عليه في المنتدى بالحرف وكتبت عليه: القطراجي دوا، المرجو من المغاربة العاملين في الجزيرة أن يوصلوا المنشور للإدارة القطرية والمسؤولين القطريين، فربما الدراجي يتكلم على قطر. وكملت الجملة اللي كتبت: عندما لا يستطيع المرتزق أن ينتقد مباشرة التطبيع القطري والإسرائيلي. نهاية الاقتباس: أنا شخصيا فهمت على أن القطراجي مسكين تعيش محنة كبيرة ومحطوط في واحد الموقف محرج جدا أمام المتتبعين ديالو. داكشي علاش ناض انتقد التطبيع ولكن بصفة عامة بلا ما يقول قطر، حيت مستحيل ينتقد التطبيع القطري مع إسرائيل، فهو بحال لا معنى على قطر بطريقة غير مباشرة، يعني بغى يدير فيها مطور ساعة حصل. وبطبيعة الحال غيكونوا أصحاب الحسنات وصلوها الأمراء قطر ووصلوها أيضا الإدارة ديال القناة. أصلا المسؤولين القطريين راه متبعينو في الحساب ديالو وعارفينو أش يقول في الحساب ديالو وواش يدير الإشهار ديال المباريات ديال قطر اللي كيعلق عليها ولا ما تيديرهمش.
حساب تويتر ديال القطراجير عنده قيمة كبيرة بالنسبة للقناة القطرية، راه داخل في العقد العمل ديالو مع الجزيرة ومع بين سبورت. تصوروا معايا اخوتي العزاز انه في اقل من 24 ساعة قطر فرضت على القطراجي انه يوضح الموقف ديالو من المنشور اللي نشر في الحساب ديالو واللي انتقد فيه التطبيع بصفة عامة، واللي جا في واحد الوقت المطبع الوحيد الحالي هي قطر مع اسرائيل. قطر فرضت عليه انه يكتب مقال اقل ما يقال عنه مقال مهين للدراج، مقال تيبينو بالوجه ديالو الحقيقي انه مجرد تابع لدولارات واوامر قطر. الدراجي مرغم نشر مقال مفصل كيوضح فيه الموقف ديالو دون لبس ودون مغالطات، وتأكد على انه ما قادرش ينتقد قطر وما معناش عليها في المنشور السابق ديالو، وهذا هو الرخص الى كان بنان. شخص يدعي انه يدافع على القضيه الفلسطينيه يجبر على انه يعطي تبريرات للتطبيع القطري الاسرائيلي اللي باين وضوح الشمس في نهار جميل، اللي كنسميه باش نديروا لهم خاطرهم نسميه المؤقت. مؤقت ولا ماشي مؤقت، قلنا ونعاودوها، قطر تطبع من زمان مع اسرائيل، والصور راه كاينه وموجوده، وكاينين حتى الفيديوهات ديال زيارات امراء قطر الى اسرائيل، غير هو الدراجي كيدير راسو ميت. كنت بغيت ندخل المقال من الحاسوب ديالي، لقيته بحالي لا تمسح، وكيعطيني هذا الميساج هذا، وما عرفتش واش كان مشكل غير من عندي ولا فعلا المقال تمسح، واش مسحوه نهائيا حتى بدلو ورجعوا من بعد، ما عرفتش. المهم غادي نقول لكم من بعد في التعليق. المهم ما تخافوش، المقال الاول سجلته في الدقيقه الاولى ودرت لي سكرين انا مولف ندير هادشي، لانه ما كاينش شي حاجه ثابته، يقدر الدراجي يخرج بمقال ما يعجبش الاسياد ديالو ويطلبوا منه انه يتمسح ويتعاود. المهم كما العاده خوكم على القرص، عقلوا معايا على انه ساعات قليله قبل ما يكتب الدراجي المنافق المقال كان ينتقد التطبيع، وكتب على انه من يبرر تطبيع هو من اغبى الاغبياء. نشوفوا الغبي ديال الدراجي شنو كتب بالضبط. تشغيل رحلات مؤقته بين تل ابيب والدوحه طوال فتره كاس العالم يتيح للمشجعين الاسرائيليين والفلسطينيين حضور المونديال. اعتبره البعض تنازلا قطريا، ووصفه البعض الاخر بانه تطبيع، رغم توضيحات الجانب القطري عند إعلان الخبر من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه لكل تفاصيل الاتفاق وتجديده لموقفه الذي لم يتغير من التطبيع ما لم يحصل الجانب الفلسطيني على كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة. بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الخبر بالرائع دون أن يأتي على ذكر التفاصيل، وما أشار إليه بيان الفيفا بشأن سفر الفلسطينيين أيضا عبر مطار بن غوريون لحضور مباريات المونديال، أو ما أشارت إليه السلطات القطرية بأن الأمر يتعلق بطيران قبرصي يتولى المهمة وليس إسرائيلي تنتهي مهمته بانتهاء المونديال. نهاية الاقتباس ديال الفقرة الأولى. شوفوا المهزلة وشوفوا الدل وشوفوا الرخص اللي يعيش فيه القطراجي. قبل ساعات قليلة كيخرج وكيقول التطبيع مدلة وخيانة، ومن يبرر تطبيع هو غبي من أغبياء العالم. على هادشي اللي كدير انت يا الدراجي يا بوتبريرة شنو غنسميه؟ بلا ما تبقى تدخل وتخرج في الهضرة، واش قطر فتحات المجال الجوي المباشر مع إسرائيل؟ نعم فتحاته، إذن هناك تطبيع دولي بين قطر وإسرائيل. واش قطر اعترفت بالجواز السفر الإسرائيلي؟ نعم اعترفت به، إذن هناك تطبيع. واش حال خايبة تخرج تقول كلام ويعيطوا لك القطريين ويبخوك وتخرج بزز منك اليوم الموالي تقول عكس الكلام الاول؟ يعني الدراجي فاش كان تيبغي يعطينا الدروس في مناهضة التطبيع مع اسرائيل كان بحال هذيك العاهرة اللي كتحاول تعطينا دروس في الشرف. نكملوا المقال ديالو اللي منشور في المنصة القطرية عربي بوست. المهم المقال اللي لقيته انا مع هذيك الوحدة بتوقيت المغرب لقيته تمسح، وغالبا حيدوا منه شي معلومة ما عجباتهم. الدراجي كتب: الفيفا قال في بيانه انه سيتم مؤقتا تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون ومطار حماد الدولي طوال مدة كأس العالم فقط من قبل شركة طيران قبرصية تملك اصلا حقوق الهبوط في قطر، وتكون متاحة للإسرائيليين كما للفلسطينيين بشرط ان يكون بحوزتهم تذكرة سفر صالحة ذهابا وإيابا، تذكرة حضور احدى المباريات، وبطاقة هيا التي تعتبر بمثابة تأشيرة الدخول لكل مشجعي العالم، علما أن التقديرات تشير إلى حصول 8000 مشجع فلسطيني من عرب 48 على التذاكر.
مقابل 2000 إسرائيلي فقط، ما يجعل الاتفاق في صالح الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، حيث يسمح وجودهم في مدرجات الملاعب وفي وسط جماهير العالم بالترويج لقضيتهم العادلة من خلال القيام بحملات إعلامية وجماهيرية بدأ التحضير لها في قطر منذ مدة. نهاية الاقتباس، يعني قطر كتطبع مع إسرائيل باش تعطي المجال للفلسطينيين أنهم يعرفوا بالقضية ديالهم، حيث لما جاوش من بن غوريون ما غيجي حتى شي فلسطيني باش يعرف بالقضية ديالو إلى قطر. المهم أنا فاش هضر على البيان ديال فيفا تأكد لي أنه كتاب عاد القناة هذه أو الإخوان والأخوات مشكورين وصلوا للفيديوهات باش يشوف مزيان وجهه في المرايا ويشوف الحقيقة ديالو وكيفاش الناس كتشوفه حاليا، لأنه أول مرة كيتكلم على بيان الفيفا عكس المرة الأولى كان غير تيخرج وتكذب باش يعطي تبريرات ديال التطبيع الإسرائيلي والقطري. دابا هاد الشركة القبرصية قلتي على أنها تمتلك حقوق النزول في قطر، ولكن ما قلتيش على أنها تمتلك نفس حقوق النزول في إسرائيل وأن الطائرات غيجيو من إسرائيل. يعني أبو تبرير الغبي راه قطر تطبع، راه ميمكنش تخبي الشمس بالغربة. البيان ديال الفيفا تكلم بلا ما يعطي أرقام، وهاد 8000 فلسطيني اللي كتكلم عليها أنت اللي قلتي عليها تقديرات، منين جبتي هاد المعلومات هادي؟ و2000 إسرائيل واش هي تقديرات؟ شوفوا الخبث والنفاق والتدليس تيقسم بيناتهم على أساس أن هادوك راه إسرائيليين والآخرين راه فلسطينيين وكيسميهم عرب 48. اسمح لي الدراجية أبو تبريرة، هادوك عرب فلسطينيين متفق معاك، ولكن راه عندهم جنسية إسرائيلية وعندهم أيضا جواز سفر إسرائيلي، يعني تطبيع وسدات مدام وبلا ما تبقاو تكثروا الهضرة، لأن هادشي راه ولا مضحك لواحد الدرجة ما تصوروا. راه قلنا لكم كون بغيتوا ديروا خير في الفلسطينيين راه عندكم معبر رفح والمعبر ديال الأردن، راه تفرض عليكم تطبيع ماشي نتوما مخيرون. واش باقي عاقلين أنه هو براسو وصف راسو في المنشور السابق فاش قالوا لا يبرر تطبيع إلا الأغبياء، يعني هو من الأغبياء اللي كيعطيو تبريرات على واحد تطبيع واضح وضوح الشمس. صدقت يا الدراجي وأنت الكذب، أنت قلتي تقديرات كتقول على أنه 2000 إسرائيلي فقط هما اللي غيجيو لقطر، باش عرفتيها؟ شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي عطاك هاد المعلومة هادي؟ القنوات الإسرائيلية الرسمية كتقول كاين 30000 إسرائيلي هما اللي غيجيو، وما تنساش عرب إسرائيل راه بالنسبة للعالم والقانون الدولي راه حتى هما إسرائيليين، يعني حتى ديك 8000 اللي انت فرحان بها راه غيدخلوا بوثائق إسرائيلي. يعني قطر تطبع وبوت بريرة وجبير على الخروج بهذا المقال السخيف والمهين لصاحبه. هذا هو الدليل اللي كان بنادم كتبيع راسك رخيص الدراج، نكون منك نخرج من تما وراسي مرفوع ونربح حب المتتبعين ديالي وخا نعرف نستغنى على المهنة ديالي وندير غير اليوتيوب، ولكن نبقى راجل ماشي نبيع المواقف ديالي من أجل الدولة اللي كتخلصني واللي مخبياني في بين سبورت مع العلم لأنني مهنيا ما تنعرفش نعلق على المباريات. هنا بو تبرير الدراجي قال على أنه هناك حملات إعلامية ضد قطر، يعني هو مقتنع وعارف على أن قطر طبعت مع إسرائيل باش ما يزيدوش عليها الحملات أكثر من هادشي اللي كنشوفو حاليا. يعني الغبي تعترف على أن قطر باعت القضية الفلسطينية من أجل المصالح ديالها وباعت وغادرت بفلسطين من أجل إنجاح كأس العالم. يا كانشي اللي كنتو كتقولو على أي واحد كيرجع العلاقات ديالو مع المغرب أنه باع وخان القضية، علاش اليوم سكتو؟ يا كانشي اللي كنتو كتقولو ضد المغرب وكنتو كتقولو ضد الإمارات وكتقولو على أنه باع فلسطين من أجل الصحراء، وخا كلامكم غير صحيح لأن الصحراء عندنا من شحال هذه بإسرائيل ولا بلا إسرائيل، ولكن المهم الصحراء راه نصف مساحة المغرب. علاش اليوم أبو تبريرة تبرر التطبيع القطري من أجل إنجاح مسابقة رياضية؟ دابا كون قطر رفضت مثلا شروط التطبيع مع إسرائيل اللي فرضاته إسرائيل على قطر، كانوا غادي يهاجموا إعلاميا متفق معه، ربما يعطيوا خطية تخلصها في الفيفا، ولكن كأس العالم كان غيدار بدون حضور إسرائيليين أو بحضور إسرائيليين، يجيو الإسرائيليين من قبرص أو من تركيا كان غادي يدار. الحقيقة هي أنك تبرر التطبيع القطري وبهذا حسب الوصف ديالك أنت، أنت من الأغبياء وأنت منافق ومرتزق وتدافع على فلسطين فقط ضد المغرب والإمارات ومصر والأردن والبحرين. حتى باريس سان جيرمان من كيلعب في إسرائيل كتقول عليه أنه نادي فرنسي، يعني أي تطبيع فيه مسؤولين قطريين فأنت كتخرج ضد القضية الفلسطينية وكتعطي تبريرات. وحتى لاعب المنتخب الجزائري اللي لعبوا داخل إسرائيل ما تكلمتيش عليهم وما انتقتيش عليهم، يعني كتدافع على فلسطين غير ضد المغرب، فميمكنش الدراجي تدافع على القضية الفلسطينية حسب المتدخل فقط. عندما يكون المطبع جزائري أو قطري فالتطبيع حلال،
وعندما يكون مغربي أو إماراتي أو مصري فهو حرام حرام حرام. شفتي المغاربة اللي ضد إرجاع العلاقات مع إسرائيل؟ وأنا كنحترم كل آراء. شخصيا الموقف ديالي راه معروف، أنا مع إرجاع العلاقات مع إسرائيل، وكنقول أننا تعطلنا بزاف، ولكن أنا ضد الفكر الصهيوني. شفتي هاد الدراجة المغاربة اللي ضد إرجاع العلاقات الإسرائيلية المغربية؟ وخا نختلفوا معاهم، هما أشرف منك لأنهم تدافعوا على فلسطين بصدق، لدرجة أنهم تفضلوا فلسطين على المصالح ديال البلد ديالهم الداخلي، وخا بلادهم اللي من المفروض يجوا من صفها تخرجوا مع ذلك وكينتقدوها وما كيتفقوش معها في هذا الموقف. آراؤهم تحترم، وهادشي الحمد لله تبين على الروح الديمقراطية اللي عندنا في المغرب عكس الزريبة الهوكية. كاينين الإسرائيليين ضد الفكر الصهيوني، وهما أيضا أشرف منك الدراج. انت الا جيتي مع بلادك الجزائر نقدروا ندوزوا لك في جغمه ديال الماء، ولكن انت كتدافع على قطر وكتحاول تعطي تبريرات مضحكه، اقل ما يقال عنها انها مهينه بالنسبه لك. هادشي كامل كديرو من اجل الحفاظ على المنصب ديالك في الاعلام ومن اجل الدولارات القطريه، يعني انت اكبر خائن للقضيه الفلسطينيه. نكملوا الفقره الاخيره من مقال هذا المرتزق. مسؤول قطري رفيع المستوى اشار الى ان الاتفاق يدخل في اطار التزامات قطر باحترام سياسة الفيفا ومتطلبات الاستضافة التي تسمح لكل حامل تذاكر عبر العالم بدخول قطر دون استثناء أو تمييز، كما ينص عليه دفتر شروط التنظيم. لكن قطر رفضت فتح قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات السفر والإقامة للجماهير الإسرائيلية، والتي تتولاها شركة سفريات دولية خاصة يديرها القطاع الخاص في الدوحة، بينما يحظى الفلسطينيون بخدمات سفارتهم في الدوحة عند الحاجة. كما رفضت قطر السمح لشركة الاتصالات الإسرائيلية بتشغيل هواتف جماهيرها في الدوحة، وتوعدت بإلغاء الاتفاق وإيقاف الرحلات المؤقتة في حالة وقوع أي تصعيد إسرائيلي في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة المحاصر، تأكيدا منها على أن الأمر لا يعد أن يكون وفاء بالتزاماتها مع الفيفا وليس تطبيعا. ثم قال ماذا؟ قال تطبيع نوعان. صراحة بين أن من كتب المقال ليس الدراج، وخا هو اللي موقع عليه، لأنه نفس التبريرات المضحكة والهزلية تعاودات بلا ما يجيب شي حاجة جديدة. شوفوا التدليس الإعلامي كدير، قال لك قطر رفضت فتح قنصلية مؤقتة لكنها وافقت على قنصلية مؤقتة داخل شركة أجنبية للسفريات. دابا واش باغي نتحمقوني ولا باغي نطيروا ليا داكشي اللي بقى ليا في الدماغ؟ إلى قطر رفضات، علاش كتكلموا على قنصلية أو مكتب داخل مقر شركة طيران أجنبية؟ على وما قالوا لكم بنيوا لينا قنصلية جديدة إسرائيلية في قطر؟ راه مكتب دبلوماسي مؤقت وعادي أنه يكون في أي مكان لأنه مؤقت، وتعياو ما تدخلوا وتخرجوا في الهضرة. قبول قطر فتح مكتب دبلوماسي إسرائيلي في الدوحة هو تطبيع يا بو تبريره يا الغبي. وشوفوا الكذب في نزل، قال لك القنصليه الاسرائيليه المؤقته سيديرها القطاع الخاص. وشوفوا قمه التدليس والانحطاط الاعلامي وتغليط الراي العام. عندما نتكلم عن قنصليه مؤقته او دائمه فنحن نتكلم عن دبلوماسيين اسرائيليين، ميمكنش قنصليه فيها وثائق حساسه ديال المواطنين الاسرائيليين ديال الدوله تعطل القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن يتكلف مثلا بالموارد، ولكن اللوازم ديال الوثائق والتدخل الدبلوماسي غيكون من طرف دبلوماسيين اسرائيليين وموظفين اسرائيليين، يعني قمه التطبيع القطري مع اسرائيل. وابو تبرير راه غير 24 ساعه من قبل كنتي كتقول في الحساب ديالك ان من يبرر التطبيع هو خائن ومنحط وغبي، وراك صراحه وصفتي راسك وصف اكثر من رائع. هذيك القضيه ديال شرائح الهاتف هذيك ما غاديش نعلق عليها لانها بحد ذاتها فضيحه كبيره ولا داعي للتعليق عليها أكثر. دابا شوفوا هاد قليل الترابي وهاد المرتزق والخائن الجزائري، قال لك قطر هددت إسرائيل بقطع الاتفاق إلا كان شي تصعيد. على من كتضحكوا؟ واش نتوما كتخاطبوا شي قرطيع وحنا ما فراسناش؟ دابا واش هذا كيخاطب ناس عقلاء ولا متأكد أن من يتتبعهم من الأوفياء ديالو هما أناس أغبياء وغيصدقوا هاد الكلام الغبي ديالو؟ وهنا قلت الأوفياء لأنني عارف أن عدد كبير من المغاربة متبعين الحساب ديالو غير باش يعطيو العواصر ويعطيو الراس. بكل صراحة الدراجي بقيتي فيه مسكين، تعذب معانا وتمحن وحنا تنوريو وجهه الحقيقي في المرايا، وكنفضحوا الاستغلال ديالو للقضية الفلسطينية والمتاجرة بها. الدراجي المسكين من أجل الحفاظ على المنصب ديالو على الدولارات القطرية أجبر أن يخرج بمقال توضيحي عكس المنشور الأول اللي انتقد فيه التطبيع بصفة عامة وأشار نوعا ما لتطبيع القطري الإسرائيلي المؤقت.
يعني في ظرف اقل من 24 ساعه سيادو في قطر تدخلوا ووبخوه وقالوا لي لا مجال ان تنتقد التطبيع وتلمح لقطر ولو ان المنشور لا يشير لقطر مباشره. ولكن كاين اللي يقدر يفهموا على انه طريقه ذكيه من الدراجي لمعاتبه كل متطبع بما فيهم تطبيع قطر المؤقت. والمسكين والمنبطح وبيع وتاجر القضيه الفلسطينيه اجبر على كتابه المقال باش يعطي تبريرات غبيه لقطر. مقال ما كانش ضروري لانه ما جابش الجديد، بل هو مقال قطر فرضاته عليه باش حتى حد من المتتبعين ديالو ما يفهم على انه كان يشير لقطر عندما انتقد التطبيع ديالو في اخر منشور. كل هذا الانبطاح ديال الدراجي وكل هذا التوبيخ وما قادرش يقول كلمه حق وينصر القضيه الفلسطينيه الذي يدعي انه مؤمن بها. بعتي القضيه الفلسطينيه الدراجي رخيصه مقابل فقط منصب اعلامي عادي ودخل مالي وحياه الرفاهيه داخل قطر. اما كون كنتي راجل كون راك كتشطوابير مع خوتك في الجزائر وقال لك المغرب باع فلسطين من اجل الصحراء، حتى لو ان كلامكم غير صحيح لاننا في صحرائنا من زمان باسرائيل بامريكا بلا اسرائيل بلا امريكا، حنا في الصحراء ديالنا مش حال هذه، ولكن على الاقل حنا ماشي بحالك القطراجي ما كنبيعوش القضيه الفلسطينيه من اجل منصب اعلامي صغير وراتب اعلامي، وما بعناش ايضا من اجل انجاح مسابقه رياضيه. فبارك من المزايد على المغرب والمغاربه، وانتم ما قادرينش حتى تعطيونا تبرير واحد مقنع على التطبيع القطري الاسرائيلي المؤقت. كملاحظه انا ماشي ضد التطبيع في حد ذاته، اللي بغى يطبع هذاك شان قطري خالص وداخل في السياده ديال الدوله، لكن انا ضد النفاق والمتاجره بقضايا الشعوب واستغلال تعاطف مع قضيه فلسطين لضرب المغرب والامارات ومصر وغيرها. اللي بغى يعاون فلسطين راه الطريق معروفه، واحسن حاجه بغيتو تقدموها لفلسطين هي توقفوا على المتاجره بالقضيه الفلسطينيه. شكرا على المتابعه والدعم ديالكم، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.